مهندس مصطفى نوار مسؤول زراعه البسله هنا، عرفنا بقى ايه هنا صنف البسله ايه بقى؟ البسله يا باشا صنفين، منش وشجر. الجلد والشجر دي محببه شويه. البسله دي يا تصدير يا اما هنا في مصر محدش بيستخدمها هنا. الفدان بينتج من 4 طن، من 4 ل 5 طن. زراعه البسله من شهر 9 بنبدا بنشتغل فيها زراعه لشهر 12، وبتشتغل معانا الحصاد لشهر 6. احنا ان شاء الله دوله مصر بتنتج، بدانا من 1000 طن في السنه وصلنا ل 6000 طن. احنا عايزين ننافس دوله زي جواتيمالا وزي مالي. وصلوا لانتاجيه الفدان انتاجيه السنه المجمل كله ل 35000 طن. دي زراعتها مكلفه بالنسبه للفدان، اشرح لنا. الفدان يعني بيكلف معانا من 40 ل 42000 من بدايه الزراعه. من بدايه الزراعه. تمام. الزراعه بنتعامل ازاي؟ الممارسات الجيده بالنسبه للزراعه، الزراعه الوحيده اللي بتستهلك عماله على مستوى العالم هي زراعه البسله، كلها يدوي، مفيش معدات نهائي. وديت احنا عندنا الايدي العامله متوفره، فهي دي اللي ناجحه عندنا هنا في المكان. وهي عايزه جو اسماعيليه عشان الشمس والشبوره والكلام ده، في اي مكان تاني في شبوره فبتضر مننا. جربنا زراعتها على مستوى الجمهوريه. بالنسبه للاسعار بتاعتها، الاسعار بتاعتها بالنسبه لمصر من 30 ل 40 جنيه، واوقات بتوصل 50 جنيه، بره طبعا من 10 ل 12 دولار. المزارع الصغير ممكن يزرع مثلا المزارع الصغير في دروبات بتحصل في السوق زي الكريسماس، فالناس مش هيجمعوها فبيتضروا منها. احنا بنكلف عماله وحصاد وعمليه اعدام للي نجمعه. طريقه الطهي بتاعتها ازاي دي يعني بخلاف البسله الثانيه؟ هي بتعمل لها عمليه النظافه، وبعد كده هي بنظام مزه.